كريم عبد الرازق حلمي محمود والشهير بكريم العربي. سيناريست فاشل عمل شوية أفلام هابطة كده محدش شافها بس يا حبيبي بطل لعبة بقى أنا مش جايب ابن أختي. عم سوري. شوية أفلام هابطة كده محدش شافها بس ممكن يكون مرجان عارف أفلام. أنا عارفها. 48 ساعة في ديروت وأمير وجميل وقبيل. 48 ساعة في تل أبيب مين اللي عامله؟ دي الأستاذة الفنانة المدام نادية جندي. أيوة حبيبتي. Anyways الراجل ده عاطل بقاله 4 سنين وقاعد على القهوة ما بيشتغلش وأظن إن فرصة الشغل بتاعته مع حضراتكو هتبقى فرصة طابة. ولما إح كده جايبه لنا النايل بإيه يا فقري؟ يا فندم حضراتكو وشروطكو صعبة جدا مش هنلاقي غير واحد زي ده هو اللي يقبل بيه. وافق على التوقيع على وصل الأمانة؟ حصل يا برنسيس. طب والفيديو؟ سجل اعتراف على نفسه؟ حصل يا هاني. كده ناقص بس ليفل الوحش إنه يقابلكوا طبعا. على بركة الله إحنا مستنيينه. وجاي إمتى؟ على وصول يا فندم. مفيش حاجة اسمها على وصول. جاي إمتى؟ معايا يا فندم اقل من 17 دقيقه ويكون هنا. ايه البند التاني بجدول اعمالنا النهارده؟ ده نيو مارك هنا يا اخويا. ده حياه جديده يا برنسيس. نيو مارك. اي نو يا حبيبي اخلص انت بتلعب. هات لي صوره الراجل. خلينا اللي انت تطلعهولنا. ام سوري ام سوري. سفيان 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 سفيان. بس دكتور سفيان الجهري والحاصل على جائزه عالميه في الفيزياء النوويه واللي تقدر قيمتها ب 1 مليون دولار. اوه اقول لك ايه ده مناسب قوي دي تداش رويت. لا ايه القرف ده؟ لا قرف ايه ده بيقول لك معاه مليون جنيه. دولار دولار كمان؟ شيلي على طول ما تفكريش. الفيزياء النووية أخدت كل وقته وباين من لبسه والألوان الغير متناسقة اللي هو بيلبسها إن هو إنسان مش مهتم بنفسه خالص وتقريبا نسي الجوز. هو أصلا ماديا كويس جدا. بعد ما أخد فلوس الجايزة عمل حاجتين. أول حاجة اشترى فيلا حلوة قوي في الشيخ زايد في كومباوند اسمه الصفوة. وتاني حاجة اشترى عربيتين، واحدة غالية وواحدة رخيصة، واحدة يتعلم عليها السواقة والتانية يسوقها بعد ما يتعلم. علاقته بالسوشيال ميديا تكاد تكون معدومة، هو بس فتح أكاونت على الفيسبوك يعني عشان يشوف الدنيا فيها إيه. رسم سيناريو طريقة التعارف على الدكتور سفيان هيبقى أول اختبار لكريم. لما تشوف هيعمل إيه؟ ها؟ الاستوديو جاهز؟ يس، هي إز ريدي. أوكي أيم كامينج. يا جو هيد. أي سوير أي لاف يو. جو هيد. واي إز هي هير؟ Go ahead. Thank you.